هلا بتمانه لحد لك يا قبل ما تصور. بتمانه نيسان 2018 كان يوم الاحد، تعرض احد الابنيه للقصف في المناطق العلويه، ما اجانا جرحى، والمناطق السفليه صار في عنا حريق، فاجانا حالات اختناق من القبو، فصرنا نعالج هاي الحالات. فاجا احد الاشخاص معه كاميرا عم يقول انه كيماوي كيماوي، فاصاب العالم انه صار في نوبه هلع هيك، وصاروا يكتوا على بعض المي وشي بخ بالارزاز وشي، والاطباء قالوا انه ما في كيماوي ولا في اي شيء. اسمي خليل الجيش، طالب طب، اعمل مقيم في قسم الاسعاف في مشفى دوما. بتاريخ 8/4/2018 استقبل قسم الاسعاف عدد من الاصابات اثر تعرض احد الابنيه السكنيه للقصف، ما ادى الى تهدم الطابق العلويه وتعرض الطابق السفليه للحريق. تم اجلاء المصابين الى قسم الاسعاف، كان منهم الجرحى تم التعامل معهم، وكان هناك بعض حالات الاختناق بسبب الدخان والغبار. تم التعامل مع هذه الحالات بشكل عرضي، لكن أثناء إسعاف هذه الإصابات جاء أحد الأشخاص وصرخ في قسم الإسعاف أن هناك ضرب بالسلاح الكيماوي، مما دفع الناس المتواجدين في قسم الإسعاف إلى التعامل مع هذه الحالات على أنها ضرب بالسلاح الكيماوي، مما دفعهم إلى غسل الأطفال ووضع بخاخ السالبوتامول في فم الأطفال، علما انهم اشخاص غير ذوي خبره، علما ان في هذا اليوم لم يستقبل المشفى اي حاله تنطبق مع الاصابه بالسلاح الكيماوي. هذا انا. هذا انا. هاي الطفلة هي بالأصل معربة، ومن دخنة الحريق اجت النوبة واجت لعنا. هذا أنا. عم يخسوا العالم، هون صار في نوبة، صار العالم بهلع وخايفة وكيماوي، فكر انه كيماوي، فصاروا يخسوا يرشوا العالم كله مي. هذا انا. Oh.